مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نقدم لحضراتكم الحصاد الأسبوعي لأبرز نشاطات الجامعة المستنصرية. رئيس الجامعة المستنصرية يطلع على موقف المشاريع الخدمية في كليتي الآداب والهندسة ومجمعي الأقسام الداخلية بسبع بكار وباب المعظم. الجامعة المستنصرية تقيم مؤتمرها العلمي 14 عن مواجهة التطرف في ظل الأزمات العالمية الراهنة. في ضوء مبادرة رئيس مجلس الوزراء لزراعة 5 ملايين شجرة وبالتعاون مع أمانة بغداد، المستنصرية تنظم حملة للتشجير في مجمع كلياتها الرئيسية. رئيس الجامعة المستنصرية يستقبل عددا من المواطنين للنظر في طلباتهم وحلها وفق الضوابط الإدارية والقانونية المعتمدة بشأنها. رئيس الجامعة المستنصرية يتفقد سير العمل في كلية الإدارة والاقتصاد ومجمع الطالبية للأقسام الداخلية. وسط أجواء رمضانية، الجامعة المستنصرية تنظم مسابقة معرفية بنسختها 5 لطلبة الكليات. قسم الإعلام والاتصال الحكومي في رئاسة الجامعة المستنصرية يستمر في عرض برامج رمضانية منوعة طيلة أيام الشهر الفضيل.